مع انتهاء شهر رمضان المعظم، يتساءل المواطنون عن المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعدما كان قد تم وقف خطط تخفيف الأحمال في شهر رمضان. وفي تغطيتنا الآن سنستعرض لحضراتكم جدول انقطاع التيار الكهربائي من جديد. بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان، تصدرت مواعيد انقطاع الكهرباء محرك البحث جوجل من قبل المواطنون، والمواطنون ينتظرون معرفة جدول انقطاع التيار الكهربائي واستئناف تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وفقا لجدول زمني محدد، حيث كانت قد قررت الحكومة في فبراير 2024 تعليق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وبعد انتهاء رمضان، من المقرر أن تعود خطة العمل لجدول تخفيف الأحمال، وسيكون موعد انقطاع الكهرباء بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا، بحيث تكون مدة قطع الكهرباء ساعتين لكل مجموعة، وهي نفس مواعيد تخفيف الأحمال قبل الوقف. ومن المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانا بذلك. وكان قد تم ضغط فترة تخفيف الأحمال للكهرباء في 3 يناير الماضي لتبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وجاء ذلك استجابة من الحكومة لطلبات أعضاء مجلس النواب والمواطنين لتزامن الانقطاعات مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. وأيضا من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إنه سيتم العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال بعد توقف الخطة خلال شهر رمضان المبارك، ولفت إلى أن هناك عدة أسباب جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافها خلال الشهر الماضي، ومنها الضغط على شبكات الكهرباء مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، بالإضافة بالطبع إلى ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، فضلا عن ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة. علاوة على أن الحكومة أكدت منذ عدة أشهر أن أسباب تخفيف الأحمال مرتبطة بالنقص في معدلات الوقود الواردة في محطات الإنتاج، إضافة إلى ذلك ارتفاع نسب الاستهلاك خاصة في ظل استخدام المواطن للكهرباء بطريقة غير رشيدة، واكتشاف الكثير من حالات سرقة الكهرباء بطرق مختلفة. وأيضا أشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج إلى 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت يوميا حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في جميع أرجاء البلاد. وفي الوقت نفسه قد بدأت مصر في استخدام المازوت بجانب الغاز الطبيعي مما يوفر العملة. وقد نجحت الحكومة المصرية بالتوقف عن انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، مما لقى استحسانا لدى المواطنين، وسيعود جدول تخفيف الأحمال ليبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء في جميع أنحاء الجمهورية. ومجلس الوزراء سيصدر بيانا قريبا لتوضيح مواعيد تخفيف الأحمال وفقا لكل منطقة في الفترة المقبلة، وسوف يؤخذ الجدول في الاعتبار مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية تغطيتنا، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. كانت معكم مريم كمال من موقع صدى البلد، شكرا لكم وإلى اللقاء.